ما أهمية تقرير منظمة هيومان رايتس واتش الأخير بشأن الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي في العراق؟ ومن المسؤول عن شيوع هذه الظاهرة وعدم محاسبة مرتكبيها؟ وما تداعيات تصدر العراق الدول بأكبر عدد من المفقودين في العالم؟ هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها في حلقة هذا الأسبوع من برنامج تحت الضوء بعنوان الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري ظاهرة شائعة في العراق، يأتيكم في الأوقات الآتية.